اليوم في اجتماع مع سعادة سفير جمهورية مصر العربية، وتداولنا أمر القافلة معه، وأكدنا له تأكيدا أن القائمة التي أرسلناها إليه وهو أرسلها إلى السلطات المصرية لم نضف إليها أي شيء، وذلك لأن الإخوة في معبر رفح قالوا هناك أشياء في القافلة لم ترد في القائمة، فأكدنا له أن القائمة التي سلمناها لهم هي نفس القائمة التي فيها الأدوية. قال لعل أضيف شيء في الطريق. لا، لا يمكن. هو قال فيه أمل كبير، أعطانا أمل بأنه ستحل المشكلة، وأكدنا له نحن لا نقبل أي شيء يضر بالأمن المصري.